ضيفنا يمني صنعاني ذو صوت أخاد رقراق وأداء عذب. أستاذ عبد الرحمن السماوي، ما هو الفن الصنعاني؟ كل محافظة في اليمن نعم لها مقامها الخاص ولها طابعها الخاص ولها لحنها الخاص بها. من يجيد اللون الصنعاني يجيد الألوان الأخرى، تكون سهلة بالنسبة تكون سهلة بالنسبة نعم، لأنه اللون الصنعاني صعب جدا. إنه الشاب عبد الرحمن السماوي. مقامات الأحد 9 مساء بتوقيت القدس على العرب 2.